أنا أردت زيارة فينلر. يومين؟ أنا لا تكذب مجددا. لما جئت هنا وحدك؟ أتريد أن تهلك؟ ليس أكثر منك. لما إذن؟ لما؟ ما الذي تخفيه عني؟ حاولت سير هذا الدرب بصحبتك، نتبع كل هوى لديك. لا تؤمن بأي منها. ومع ذلك أتبعك، لأن كل ما يهم هو أنك بأمان. هذا ليس كل ما يهم. من يحافظ على أمنك؟ لا أحتاج منك أن تحميني. متأكد من ذلك؟ ماذا تعرف؟ لا يسعني الحديث، لكن أريدك أن تثق بي. كتمت أسراراً وأثق بك. الأمر مختلف. ولما؟ أخفيت أموراً، وأمي أيضاً. كان لديكما أسباب مثلي. لما لا يمكنك؟